السلام عليكم. بعد ما فكينا المشكل ديال الحروف في اللغة الفرنسية، ان شاء الله اليوم غنفكوا واحد المشكل، اولا وهو كيفية القراءة. غنعطيكم واحد القاعدة، يعني كمبتدئين، بين قوسين كمبتدئين، غنعطيكم واحد القاعدة الا طبقتيها غتقرا اي كلمة كيفما كانت. النص راه عبارة عن مجموعة من الكلمات، يعني الا عرفتي تقرا كلمة راك غتعرف تقرا النصوص. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غنعطيكم واحد الطريقه غتبعوها، غتقدروا تقراو اي كلمه. سي بون، كل ما عليك دابا هو دير لايك للفيديو، جزاك الله خيرا، وتبع معايا الفيديو ان شاء الله غتستافد. نبداو بالعنوان. هنا ال، الحرف ال مع ا، حرف ساكن مع حروف متحركه. الحروف المتحركه غنكتبهم هنا ا اي او او اي غراي. دونك 6 ديال الحروف متحركه. غتبقى تاخذ حرف ساكن مع الحرف المتحرك اللي تابعه. الا ما كانش تابعه حرف متحرك غتوقف على الحرف بالسكون. سي بون، غنشرحو اكثر. حرف الساكن هو ال، غنزيدو عليه ا. ا عباره عن فتحه، دونك لا لا، مزيان. وهاد لا في اللغه الفرنسيه راه اداه للتعريف، بحال اللي قلتي ا ال في اللغه العربيه، اداه للتعريف. اوكي، بحال اللي قلتي سياره، السياره الف ولام، هذيك هي لا في اللغه الفرنسيه، التعريف. مزيان، هنا حرف ساكن في، في. اوكي، في. نشوفوا الحرف المتحرك اللي تابعه هو اي. وشنو تابعه اخر؟ تابعه او. مزيان، الحروف المتحركه كاملين كناخذهم. حرف ساكن ها هو، نديرو عليه شرطة، حرف ساكن، شنو تابعو؟ جوج الأحرف متحركة، غناخدهم كاملين، ولكن كون كان تابعو حرف ساكن ما غاديش ناخدو، غنحبس هنا نبدا مقطع آخر. سي بون، دونك نشوفو شنو غيتقرا. إي لافي، لافي، هاد أو في الآخر ما كيتقراش، ما عمرك غتنطق أو في آخر كلمة، ولكن الحرف اللي قبل أو كيتنطق، دونك لافي. وهاد اي كتحاول تنطقها بحال ليا لا في. سي بون، مزيان. اي هاد اي، اوكي، هذا راه اوكسيليير اتر مصرف البريزون، هذا كتكتب بحال هكا اي. سي بون، اي مزيان. اي ان، هنا كتقرا ان، هذه لا نقاش فيها، ديما ملي كتنطق هذه راه كتقرا ان، وهذه كتقرا اون، هذه كتقرا ان، هذه كتقرا اون، هذه ديما، وهذه ديما كتقرا اي، ديما كتلقاها كتقرا اي، هاد ثلاثه د الحروف كاملين كيتقراو اي. سي بون، لا نقاش فيهم. وهذه كتقرا ان، هذه اون، هذا ان المذكر كنقولوا ان غارسون يعني واحد الولد، اون في يعني فتاه، اون في. سي بون، هذه المذكر، هذه المؤنث. دونك ديما كتلقى يا اما ان يا اما اون، هذه ما فيهمش نقاش. سي بون، مزيان. قلنا سيدي حرف ساكن هو السي، نشوف واش تبعو حرف متحرك. إيه تبعو حرف متحرك اللي هو او، دونك غناخدو. وشنو تبعو اخرى؟ تبعو ام، ام ماشي من الحروف المتحركة، دونك حبس. مزيان، ونشوفو شنو غيتقطع. سي مع او، شنو غيتقطع؟ شنو غيتقرا؟ كو، كو، اك مع او، كو. حيت قلنا الحرف سي هذا كيتقرا سي، ا بي سي، إيه، ولكن متى كيتقرا سي؟ ملي كيجي موراه اي ولا او ولا ايكغيك. صافي، هاد ثلاثة فاش كيتقرا السي، هادي كيتقرا السي، سو، سي. سي بون، أما ملي كيجي موراه شي حرف خور من غير هادو كيتقرا ك، دونك كو، كو، ك مع أو، كو. نشوفو الحرف الموالي هو إم، إم واش تبعو حرف متحرك؟ لا، تبعو الحرف بي، الحرف بي ماشي حرف متحرك، دونك حبس، ما غاديش ناخد بي، حدي إم. مزيان، نعاود نقرا، كو، وهذا حرف بوحدو، ما كاين حتى شي حرف متحرك، كاين بوحدو، غنوقف عليه بالسكون. كوم، كوم. دونك نتبعو مازال، الحرف الساكن هو بي، نشوفو واش تبعو شي حرف متحرك، إيه تبعو أ، دونك غناخدو. نشوفو واش كاين حرف متحرك خو، لا مكاينش، كاين حرف الساكن تي، تي ماشي حرف متحرك، دونك حبس. دونك كوم، كوم، با، ب مع الفتحة، يعني أ، با، كوم، با، والتي في الآخر ما كتقراش. سي بون، التي في الآخر ما كتقراش، اللي كيتقرا في الآخر هما دابا الحروف. F R C L، هادو اللي كيتقراو في الاخر، هادو ما كيتقراوش. اوكي، دونك لا في اي
ان كو م م با. وهذه ما كتقراش في الاخر. واش صعيبه؟ واش كاين شي حاجه صعيبه في هذه؟ دابا بيني وبينكم واش كاين شي حاجه صعيبه؟ عارف الحروف، عارف الحرف الساكن مع الحرف المتحرك، يعني هذه فتحه هذه كسره هذه ضمه الى غير ذلك. اوكي، يعني هذا الشيء شرحناه في الفيديو اللي فاتوا. دونك الا عرفتي داك الشيء والله حتى تعرف تقرا النص. لا في في اي ان كو م با، حتى حاجه ما صعيبه. وتي في الاخر ما كتقراش، قلنا لك ما كتقراش او في الاخر ما كتقراش، ولكن الحرف اللي قبل او كيتنطق. سي بون، نمشيو سيدنا نقراو النص. عندك هذه كتقرا لي، سي بون، هذه كتقرا لي. اشنا هما في اللغه الفرنسيه؟ كتلقى لا لو، عفوا على الكتابه، لو ولا لي. لا هذه كتقرا لا، كترمز للمؤنث. لا لا فواتور مثلا، السياره شيء مؤنث، دونك لا فواتور. لو شيء مذكر، اوكي لو، اوكي لو. وهنا الجمع سواء المذكر ولا المؤنث، لي بحال مثلا لي في الفتيات، ولا لي زيليف يعني التلاميذ، ولا لي غارسون الاولاد. هنا كترمز المذكر والمؤنث في الجمع، هنا كترمز المذكر المفرد، هنا المؤنث المفرد. اوكي مثلا لا في يعني فاتك وحده، اوكي، ولا لا فواتور مثلا يعني السياره شيء مؤنث. سي بون، دونك هذه هي لا لو لي، وهذه هي لي، حيت نهضروا على الجمع الاصدقاء، دونك لي الاصدقاء. سي بون، الجمع، دونك هذه عقل عليهم، هذه كتقرا لا، هذه لو، هذه لي، ما فيهاش نقاش. سي بون، هذه ديما كتلقاها بحال هكا. لي لي، نشوفوا ثاني القواعد ديالنا. اش قلنا؟ قلنا كناخذوا حرف ساكن ومورا حرف متحرك، الا كان جوج ولا ثلاثه ماشي مشكل، المهم حرف ساكن حرف متحرك مورا. هنا حرف الساكن هو ب، ب عفوا توقف عليه بالسكون، ب. نشوفوا شنو اللي مورا. مورا حرف متحرك هو او، ومورا حرف ساكن ما بغيتوش انا حدي هنايا صافي حبس. اون فوا كندخل في الحروف الساكنه كنوقف بحال هكا. دونك هنا كنتو غتقرا بو بو بو، سي بون، ب مع او بو. هنا الحرف ساكن ان ان، وهنا تبعو اس، ما تبعوش حرف متحرك. دونك حبس، انا كناخذ الحروف الساكنه مع الحروف المتحركه، بحال قلتي الحرف مع الحركه، الحركه هما الحروف المتحركه. دونك هنا غنحبس. و اس في الاخر ما كتقراش، ها الحروف اللي كتقرا في الاخر ما كيتقراش اس. سي بون، دونك بو ان لي بون لي بون. واحد القاعده نقولها لكم، ان ملي كتلقى هنا ما توركش عليه بالادغام، ما تقولش ان، امتى كنورك عليه بالادغام؟ ملي كتلقى دوبل ان، الكلمه كتلقى فيها دوبل ان. هنا مثلا بون بحال هكا بون، هنا كنقول بون بون، اوكي، ولكن ملي كنلقى حرف بوحدو ان بوحدو كنقول بون وكنسكت بون، ما كنقولش بون نورك عليها بالادغام، لا بون لي بون. واش هذا الشيء صعيب؟ واش كاين شي حاجه صعيبه؟ دونك لي بون لي بون، سي بون. و اس في الاخر ما كتقراش لي بون. هنا ا حرف متحرك، اوكي غناخذو بوحدو، اوكي ملي كتلقى حرف متحرك كتاخذو بوحدو. ا ام حرف ساكن مع اي حرف متحرك غناخذهم، ومورا حرف ساكن لا حبس هنا. و اس في الاخر اش قلنا؟ ما كتقراش. دونك شنو غتقرا هذه؟ الحرف ا كتقرا ا، ام مع اي كتقرا مي، دونك امي امي، دونك لي بون امي. وهنا واحد القاعده نزيدوها، اشنا هي؟ ملي كتكون الكلمه كتنتهي باس والكلمه اللي موراها كتبدا ب ا، كندير هنا واحد الربط وكتقرا الزيد هاد اس. حضي معايا، الا كانت الكلمه كتنتهي باس والكلمه اللي موراها كتبدا ب ا، هنا الاس كنردو الزيد. لي بون زامي، لي بون لي بون زامي، سي بون، الاصدقاء الجيدون. الاصدقاء هما لي زامي، ولي بون يعني شي حاجه زوينه، ولي غير الجمع ديالهم الاصدقاء، دونك لي بون زامي. سي بون، واش هادشي واقيلا بان ليا كنوضح دابا القراءه مزيان. هنا الت شنو تابعو؟ ا حرف متحرك، هنا حرف ساكن ياك، الت حرف متحرك، ا حرف اي متحرك ناخذو حتى هو، الد حرف ساكن حبس. سي بون، دونك هنا شنو غتقرا؟ تي تي، هذه كتقرا اي، ا مع اي كتقرا اي، ومعاه تي دونك كتقرا تي ت.
تي اوكي ا مع اي كتقرا اي وقبل منه تي دونك تي تي اوكي هنا حرف ساكن ولكن حضي معايا هاد او ان تي في اخر الفعل ما كتقراش او ان تي في اخر الفعل ما كتقراش وباش تعرف الفعل راه كيكون قبل منه السوجي لي بون زامي الاصدقاء هما السوجي هما اللي كيتحكموا في الفعل هما بحال قلتي الضمائر اوكي لي بون زامي بحال قلتي التلاميذ يذهبون دونك يذهبون شكون اللي خلق الفعل تصرفوا على هذا الشكل يذهبون هما التلاميذ بحال هكا الاصدقاء اوكي دونك تيد سي بون تي د هنا ما غاديش نقرا الان تي دونك غنحبس هنا تيد دونك تي د سي بون ا اوكي دونك تيد هي يساعدونك جايه من لو فيرب ايدي اوكي يعني يساعدونك الاصدقاء الجيدون يساعدونك ا شنو ا نخدمو ثاني بنفس الطريقه اغ مع او حرف ساكن ياك حرف ساكن تبعو حرف متحرك مزيان سي بون وتبعو حرف ساكن لا ما راه كامل سي بون دونك شنو غتقرا اغ مع او دونك غ اوكي هنا حرف ساكن ت تبعو حرف ساكن لا بارك هنا اوكي دونك غت هنا غتقرا ت بالسكون حيت ما تبعو حتى شي حرف متحرك نشوفو اغ اغ تبعو حرفين متحركين ناخذهم جوج دونك غتقرا غ مع او يو هادي او يو دونك غتقرا او دونك غوترو هنا ف مع او اغ او اغ راه هي او اكسون هاد او اغ راه كتساوي او اكسون كتساوي اي سي بون ديما الا لقيتي او اغ نطقها اي اوكي الا لقيتي او اغ نطقها اي دونك غوترو في ف مع اي هادي كان راه اي دونك غوترو في ف مع اي في غوتروفي غوتروفي مزيان هنايا دي هادي لي هادي دي ما فيهاش نقاش هادي شنو الفرق ما بينها كاينه ان وكاينه اون وكاينه دي هاد ان هاد الفرق ما بينهم وبين لا لو لا لي هادو كنستعملوهم للتعريف شي حاجه معرفه هنا شي حاجه نكره ان غارسون ما عرفتش اين ولد كنهضر عليه ان غارسون اون في واحد الفتاه دونك ما عرفت اين وحده ماشي بحال قلت لا في يعني عرفت اين وحده كنقصد هادي اون في ولا دي دي غارسون مثلا هنا كنستعملوها على الجمع مذكر ولا مؤنث غير معرف يعني غير معرف اللي قرا اللغه العربيه نكره المعرفه راه يعرف شنو كنقصد بهم دونك هادي كتقرا ان هادي اون هادي دي سي بون دونك هادي دي دي نشوفوا هنايا هنا الا لقيتي هاد السي مع اش هادي جمعهم بجوج راه كتقرا حرف الشين سي بون ملي كتلقى السي مع اش نشوفوا واش تابعوا تابعوا حرف متحرك او وحرف ساكن لا بركه حرف متحرك دونك هنا اش غتقرا هادي الشين او شو هنايا شنو غتقرا اس تابعوا او اس دونك تابعوا حرفين متحرك تابعوا حرف متحرك وهنايا ولكن هنا من احسن داك المقطع اللي ما كيتقراش في الاخر تحيدو بحال دابا هاد او اس ما كتقراش في الاخر حيدها بحال دابا هاد او ان تي ما كتقراش في الاخر حيدها هاد اس ما كتقراش في الاخر حيدها تي ما كتقراش في الاخر حيدها نحيدو هاد او اس غيبقى ليا هادشي وشنو غيتقرا شوس لا ماشي شوس علاش حيت هاد اس جات بين حرفين متحركين غتقرا زد اس جات بين حرفين متحركين شوز اوكي غتقرا زد واش مفاهمين دونك دي شوز دي شوز الاشياء اوكي دي شوز الاشياء هادي غير باش ترجم ترمز للجمع هادي دي شوز اوكي الا قلت لك اون شوز ياك اون شوز هنا قلت لك شيء واحد اوكي ولكن الا قلت لك دي شوز هي الجمع سي بون كلمه ثانيه كتبدا ب اي ام هادي غناخذهم بجوج علاش ملي كتلقى الكلمه كتبدا ب اي ام ولا كلمه كتبدا ب اي ام ولا كلمه كتبدا ب او ان هنا كتاخذهم بجوج هادي كتقرا ان هادي كتقرا ام هادي كتقرا اون سي بون ولا ملي كتلقاها كتبدا مثلا بحال هكا هادي كتقرا ان سي بون واش تفهمنا دونك هنايا شنو غندير غناخذهم بجوج اوكي ان وهنايا حرف حرف ساكن تبعو حرف متحرك وحرف ساكن لا غنحبس حرف متحرك ان بو ان بو مع او ان بو
هنا إغ أو تي، دونك هنا بركة حيت هذا حرف ساكن، أوكي، هذا تابعو حرف ساكن وحرف متحرك وحرف ساكن، لا غنحبس هذا حرف متحرك صافي، أوكي، ما غناخدش هذا، هنا غنحيدو أو إس، أو إس قلنا ما كتقراش في الآخر، سي بون، غنحيدوها، غتبقى ليا حرف ساكن، حرف ساكن أخر، ما كاينش حرف متحركة، دونك نقراو دابا، أن بو غ، هنا طونج، هنا واحد القاعدة، إلا لقيتي أ مع إن غتاخدهم بجوج. دونك امبورطونت امبورطونت سي بون الى لقيتي ا مع ان ديما خذها كتقرا اون سي بون دونك هنا امبورطونت الى لقيتي ا مع ان سي بون والى لقيتي اي مع ان ولا اي مع ام هذوك خذهم راه مقطع واحد سي بون دونك هنا امبورطونت امبور السكون حيت ما تبعو والو طون طون الت هذه كنوقف عليها بالسكون حيت هادشي ما كيتقراش سي بون دونك امبورطونت هنا ال مع او لو غ س كي اوكي هنا كي لوغس كي اوكي هنا كتقرا كي سي بون هنا كتقرا كي هذا المقطع كيتقرا من كتقرا كي هذا كيتقرا كي تبعوا معايا هذا كيتقرا كي اوكي هذا كيتقرا كوا سي بون هذا كي هذا كي ك مع اي هذا الشيء ما كيتنطقش ك مع اي كي هذا ك مع او اي او اي كتقرا وا راه قلناها دونك ك وا كوا مثلا تقول شي واحد شكون هنايا سيكي شكون يعني سيكي ولا مثلا كتهضر على واحد الشيء كتقول له سيكوا اوكي هنا سيكي كتسول على الشخص سيكوا كتسول على شي حاجه اوبجي شي حاجه ملموسه سي بون هنايا شنو عندك اخر لوغسكو اوكي دونك مزيان تو هنا تو هنا راه الضمائر تو انت اوكي مثلا جو انا تو انت و il هو il هو سي بون هذا الضمائر انا انت هو سي بون دونك تو ما فيهاش نقاش تو لي راه ديجا شرحتها هنا لي هنا اس مع ا شنو قلنا الا كانت الكلمه كتنتهي باس وكل لغه اخرى كتبدا ب ا كنديروا هذه الزد دونك هنا ليزا ليزا اوكي تو ليزا ليزا هنا اب مع او اوكي اب مع او او اغ غنحبس هنا دونك غتقرا بو ولكن هنا رد البال تابعه بحرفين ساكنين او ملي كيكون متبوع بحرفين ساكنين كيتقرا اي دونك هنا متبوع ب اغ او دي حرفين ساكنين دونك غتقرا اي دونك تو ليزا هنا غتقرا بي ماشي بو بي هذا غتقرا بحال اي اوكي دونك بيغ بيغ هنا حرف ساكن اوكي بيغ هنا حرف ساكن ما غناخذوش دونك هنا حدي هنا بيغ دو هاد او اس ما غتنطقش في الاخر او اس ما كتقراش دونك بيغ دو اد مع او اش كتقرا دو دونك بيغ دو وهادي غتقرا او حيت متبعه بحرفين ساكنين دونك بيغ دو واش تفاهمنا نتمنى يكون هادشي واضح الله يرضى عليكم الا واضح ما تنساوش لايك الفيديو راه شي حابتونا في هاد الفيديو مزيان المهم هنا عندي طون هادي ما فيهاش نقاش نقولها ثاني عندك مون عندك طون عندك صون مون ديالي طون ديالك والصون ديالو سي بون مثلا مون كايي طون كايي صون كايي الدفتر ديالي الدفتر ديالك الدفتر ديالو هنا طون ديالك انت سي بون دونك هنا فيهمش نقاش طون ديالك طون هنا اشنو قلنا على او الا كانت متبوعه بحرفين ساكنين كتقرا اي دونك هنا متبوعه بحرفين ساكنين كذلك اس او بي دونك كتقرا اي دونك اي اي اس هنا متبوع بحرف ساكن دونك ما ناخذوش اس هنا متبوع بحرفين ساكنين بحرفين متحركين غناخذهم اوكي غناخذهم او اي او مع اي كتقرا وا دونك اس ب وا اس بوا اس بوا هادي بوا حيت ب مع او اي او اي كتقرا وا دونك اسبوا غ غ كتقرا في الاخر سي بون ها هو اللي كتقرا في الاخر دونك اسبوا اللي هو الامل دونك اسبوا املك طون كذلك طون هنا اس مع او مع او دونك غناخذهم حرف ساكن حروف متحركه كناخذهم كاملين يعني ناخذ الحرف الساكن والحركات ديالو دونك سو سو اغ مع اي وحرف ساكن لا بركه هنا او في الاخر ما كيتقراش ولكن الحرف اللي قبل من او كيتقرا دونك سو غي غي غ الضحكه سوغير طون سوغير ابتسامتك اوكي طون سوغير اي هاد اي كتعني وا
هاد اي كتعني و دائما. مثلا سعيد اي كريم دونك اي و و كريم. طون هنا كذلك طون هنا طون اسبوار املك طون سوغيغ ابتسامتك. طون هنا الحرف سي تبعو او اوكي حرف متحرك وتابعو او حرف متحرك ناخذهم حرف ساكن لا. دونك هنا شنو غيتقرا ا بي سي هذا سي ولكن تابعو حرف او ما تابعوش الحرف اي ولا او ولا ايغريك. دونك غيتقرا او او مع او كيتقرا او. دونك كو كو هنا اغ مع ا اوكي اغ مع ا كيتقرا كوغا غ مع ا غ كوغا اوكي حرف متساكن ما غناخذوش وحرف او في الاخر ما كيتقراش ولكن الحرف اللي قبل منه كيتقرا. دونك كوغاك لا ماشي كوغاك. علاش حنا متبوع ب او الا كان جي متبوع ب او ولا اي ولا ايغريك كتقرا ج ماشي ك امتى كتقرا ك الا كان متبوع بشي حاجه من غير هادو. دونك كوراج علاش حيت متبوع ب او كوراج شجاعه. طون كوراج طون اسبوار املك طون سوغير ابتسامته اي طون كوراج شجاعته. نتمنى يكون هذا الدرس واضح ونتلاقاو في درس جديد ان شاء الله. ما تنساوش لايك للفيديو الى عجبكم.